يا الله، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، ليلا مع نهارا نلعن بقاتلها، بذكر الصلاة على حبيبي محمد وعلى آل بيت محمد. أخوتي في الإسلام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا برنامج الصلوات احنا بادين به أكثر شيء على منصة الفيسبوك، على اليوتيوب رسها الفترة قمت أنشر به. هذا باب. الباب الثاني، الأخوة والأخوات يكتبون الجمعة ليش ما تنشر؟ أنا الجمعة عارف استراحة لكم، بي خطار بي طلعة بي طبة، ما ارتقيتكم، الجمعة استراحة لكم. بالنسبة للورد اللي نزلناه يوم الخميس، وأكثر الأخوة والأخوات سألوا ليش نكتبه بالتعليقات، ليش هذا نحتفظ به، ليش هذا هيجي. الورد مال يوم الخميس كان عمر الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه، 1189 سنة كان عمر الإمام. فهذا من أسرار الله سبحانه وتعالى أن تحتفظون به، كل سنة زيد رقم. يعني هاي الفترة هاي السنة من الولادة تجي مال إمام الحجة صلوات الله عليه، أي شدة عندنا مجرد أن نسوي صلوات 1189 الله سبحانه وتعالى يقضيها على الفور بإذن الله تعالى. أما اليوم اللهم إني نويت أنا وكل الأخوة والأخوات المشتركين معي أن نصلي على محمد وآل بيت محمد 1400 مرة، ونهدي ثوابها لسيدة نساء العالمين مولاتي فاطمة الزهراء، ونقول لبنت رسول الله يا سيدتي يا مولاتي نسألك الدعاء. نطلب من كل الأخوة والأخوات يشتركون ويانا بهاي الحملة، وإن شاء الله كل يوم راح أنزل لكم سر من أسرار آل بيت رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله.